اهلا بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوه جدا، هنعمل مع بعض احلى مكرونه بالجمبري مع الطماطم، وهنعمل مشروب الكيوي اللذيذ جدا. تعالوا نشوف ايه هي اول وصفه معايا، وهي المكرونه. هنعملها مع الجمبري بالطماطم والصوص، لذيذ قوي. عندي مكرونه قلم هكون سلقاها 7 دقائق، عندي الجمبري هيكون متقشر كبير والديل موجود، عندنا ثوم، كمون، ملح وبابريكا، الليمون البلدي، زيت الزيتون، الطماطم الشاري، عندي كمان الطماطم المسلوقة متقشرة، والصلصة، عندي كريمة، جبنة موتزاريلا وجبنة بارميجان، والخضرة بتاعتي البقدونس والشبت، وعندنا كمان الريحان والفلفل السبايسي الحلقات. تعالوا نشوف أول حاجة عايزة أعملها، وهي تتبيلة الجمبري. تتبيلة لذيذة سهلة سريعة، انتوا عارفينها وحافظينها معايا، بس بتدي طعم حلو قوي. يلا بينا يلا بينا. هجيب كده الجمبري، وهنحط البابريكا، الكمون، والثوم، ملح وفلفل، زيت زيتون اهو، الفلفل للصوص مش هحطه هنا، وزيت زيتون، ونعصر عليه كمان الليمون. يلا بينا. الليمون بقى طبعا مع الايه، مع فواكه البحر عامة، اكلات المأكولات البحرية بتبقى تحفة اهو كده. والكلام اللذيذ ده بنقلبه مع بعض حلو قوي. طبعا التتبيلة دي بقى انا عايزاكوا ايه، تحطوا الجمبري فيها شوية حلوين، يعني ما تعملوهاش على طول، عايزاكوا تعملوها وسيبوه 3 ساعات. انا بس دايما بحب اعمل التتبيلات معاكم اهو كده. وبعدين واحنا بقى بنطبخ نبقى مبسوطين قوي كده، والحياة لذيذة عشان الاكل يطلع حلو وطعمه حلو ونفسكوا يخش كده مع الاكل فتلاقوه حلو. بصوا بقى انا عايزة اسمع الايه، هو ده اللي انا عايزه. الجمبري ياخد احلى شوية، وعايزه اقول لكم مش هياخد وقت خالص في الايه، في السوى كده على الناحيتين، عشان احنا مش عايزينه يبقى ايه بيشد معانا، احنا عايزينه يبقى حلو. اهو كده هحط رشة شبت خفيفة تديله بس الايه النكهة زيادة، وهكمل عصر الليمون بتاعي كده. هجيب بولة نظيفة، وهنزل بالجمبري فيها كده، هرجع الطاسة تاني، شوية زيت، ثوم، هنزل بالطماطم تاخد تشويحة مع الفلفل السبايسي بتاعنا، بقدونس، وهنحط شوية ملح وشوية فلفل، وهنقلب كده. هاجي بقى هجيب الطماطم بتاعتي المسلوقة
وهنزلها بالشكل ده. ويتشوه رشة كمون خفيفة ورشة بابريكا خفيفة. وبيتقلب كده. هاجي هجيب الريحان بتاعي. وهحط الريحان الفريش وبتتقلب كده مع معلقة واحدة من الصلصة. اهو شايفين الجمال. كله مع بعض. هجيب الكريمة بقى بتاعتي. هنزل بالكريمة. ياخد غلوة. يلا تعالوا على ما الكريمة تمسك سنة مع الصوص نطلع الفاصل بتاعنا ونرجع نكمل الصوص بتاعنا سريعا والجمبري، ونعمل كمان مع بعض أحلى وأطعم عصير. استنوني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. بصوا بقى الصوص كده مسك نفسه وتقل. هنزل بالجبنه البارميجن، ممكن ابدلها بالرومي لو البارميجن مش متوفره. وهنحط الموتزاريلا. بصوا بقى الجمال والحلاوه دي كده اهو. وهنزل بالجمبري مع الصوص الخطير الكريمي. شوفوا والمكرونه وانسوا. دي وصفة طبق كامل رئيسي خطيرة. زي ما اتفقنا المكرونة هنسلقها 7 دقايق علشان ما تبقاش مهرية معايا، وايه تخش كده في الصوص وتبقى حلوة اهو. يلا بينا. بصوا بقى الجمال. طماطم، جبن، كله بيخش مع بعض. يا سيدي. والجمبري زي ما اتفقنا على ناحيتين على طول، وتشلوه علشان ما يشدش معاكو. يطلع حلو لما ايه هبقى مسخنة الشواية ويتحط على طول. بس كده. يلا بينا نجيب طبق التقديم ونروح بأحلى باستا بالجمبري. يلا بينا. نقدمه بشكل لذيذ وبيتقدم وبألف هنا أحلى باستا بالطماطم مع الجمبري. هعمل معاكم دلوقتي عصير لذيذ وسهل وسريع وفي نفس الوقت كمان منعش. نشوف مقادير عصير الكيوي هنعمله إزاي. عندي الكيوي هكون مقشراه، عندي كمان عصير البرتقال، العسل الأبيض، وعندي النعناع مع الإيه التلج. أول حاجة هعملها هجيب الكيوي بتاعنا اللذيذ. دلوقتي الكيوي حلو قوي فاعمله العصير هيطلع يجنن. وعندنا كمان هنا كده النعناع اهو، وهنحط العسل.
يلا. وتعالوا نحط البرتقال. هاجي بقى اجيب الايه التلج واحطه كده. العسل خلاص دخل في العصير في الجو ده الواحد عايز حاجات متلجة حلوة. بصوا بقى الجمال، والنعناع كده ايه يحلي كمان الطعم ويدي نكهة حلوة قوي للعصير اهو. ويتقدم وبألف هنا. عملنا مع بعض النهاردة وصفات تجنن، سهلة بس لذيذة جدا. اول وصفة معايا كانت المكرونة بالجمبري مع الطماطم صوص، غني جدا لذيذ قوي وطريقتها حلوة والجبن وهي سايحة تجنن. عملنا كمان عصير الكيوي مع البرتقال بطريقة سهلة لذيذة بس منعشة، ريفرشنج جدا. جربوا الوصفات وابعتولي دايما على صفحة البرنامج عمايل ايديا على فيسبوك، سي بي سي سفرة على انستجرام، واستنوني في حلقة جديدة من عمايل ايديا.